80 متر. ما مزيان يقول احد المفروض يتاسف على الليبيين هذا تو يتاسف الاخ هذا اللي معك يتاسف الليبيين اللي وصفنا كلهم قال ما فيش ليبي يخدم مع النظام الا واخذ رشوه. خلاص اعطي فرصه للاستاذ يتكلم معك يا استاذ، اعطي فرصه للاستاذ يتكلم، تفضل يا استاذ. اولا لم اقل الليبي لم ياخذ رشوه، مشكور يا استاذ. المسؤولين الذين عملوا في الدوله هذه حقيقه يعرفها كل ليبي، انا نفسي اشتغلت في الدوله ولم اتقاضى الرشوه، واشتغلت في اماكن حساسه ماليا ولم اتقاضى الرشوه، ودفعت الثمن ذلك لما وجدت نفسي خارج الاداره، وزملائي يعرفون ذلك جيدا لاني لم اتقاضى الرشوه. لم اقل كل ليبيين لكن قلت المسؤولين، من رئيس الوزراء البغدادي حتى يعني الشرطي ياخذ الرشوه كرت احيانا، وهذه حقيقه يعرفها كل ليبي. كرت 5 دينار يبيع بها نفسه مقابل انه لا يحرك مخالفه. ليس كل الشرطه، في بعض اغلب، لا اقول كل الشرطه ولكن كانت منتشره جدا، بعض من وكلاء النيابه، بعض من القضاء، بعض من مدراء الادارات. الرشوه السرقات منتشره ما بين المراقبين الماليين وما بين المدراء الماليين. جهاز الجمارك نفسه الذي يتحدث عليه هذا الشخص، هناك ناس محترمين في ذلك الجهاز، ولكن هذا الجهاز كانت عليه اقوال قبل الثوره ان يستشري فيه الفساد وفيه وتدخله الرشوه. هذه حقيقه الجمارك. لا يوجد ليبي يقول هذا الكلام. لا، الفساد الاداري والمالي كان سبب رئيسي في قيام هذه الثوره. الليبيين ما خرجوا هذه الثوره الا عندما بلغ السيل الزبا في 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 يا اخي الوساطه كانت على شدها. نعم، الرشوه كانت على شدها، وهذه حقيقه. ليس كل الماضي ولكن الخليبيه حقيقه. نعم يا اخي، انت تجد شخص عمل في وظيفه عام او عامان اصبح من اصحاب الملايين، من اين اتى بهذه الملايين؟ اليس من الفساد المالي؟ نعم. لكن هو المرتب يتقاضى 400 او 500 دينار تخليه يرجع يسكن في فيلا مليون والله تتجاوز المليون سعرها، اليس هذا فساد مالي؟ نعم. عندما تاتيني بشخص يعني مدير مالي او مراقب مالي او حتى احيانا ضابط في الجمارك او اي شخص مسؤول، يعني كم يكون مرتبه في ليبيا قبل الثوره؟ كم هو المرتب؟ نعم. مع الظروف المعيشيه، مع غلاء المعيشه في ليبيا، هل يستطيع شخص ان يكون من مرتبه يعني بامكانه تكوين الملايين في فتره وجيزه 4 أو 5 سنوات او حتى 10 سنوات او حتى 50 سنه؟ نعم. انا لم اقل كل ليبيين، لا يسمع الاخ جيدا، قلت اننا المسؤولين في الدوله، وهذه حقيقه. قالوا كل ليبيين الاستاذ. نعم. طيب بالنسبه لقانون الاحزاب، اذا نعود له، إذا وصلت بوصف فظيعة جدا، هو الآن بيقول لك لم يعتمد، ولا أنت نفس الشيء قلت له لم يعتمد بعد؟ لم يعتمد بعد فعلا، ولكن أتمنى من اللجنة أثناء صياغة قانون الأحزاب أن يتم عرضه على مؤسسات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية هي صاحبة القرار في وضع قانون ينظم طريقة عملها. نعم. القانون يفترض، وإن المبدأ الجوهري والأساسي والدستوري الذي تكفله الدساتير هو حرية تكوين الأحزاب. الحزب ينشأ بمجرد ما أعلن عن تأسيسه، مبادئه وأهدافه، وهناك قانون، هناك الدستور، الإعلان الدستوري، والقانون العقوبات، وقانون المرافعات المدنية. هذه هي القوانين التي تضبط الأحزاب يعني في دول العالم كله. يعني ينشأ الحزب بمجرد ما أعلن بيان تأسيسه وأهدافه ومبادئه، علم في الإعلان. نعم يعني. ويبدأ الدولة تراقب من خلال الدستور إذا كان مخالفا للإعلان الدستوري، يعني إذا كان هو جهوي أو قبلي أو جهوي، أو هناك قانون العقوبات، هناك قانون المرافعات المدنية. هذه هي القوانين التي تراقب الأحزاب. نعم. أضف إلى ذلك، إذا كان هناك قصور في هذه القوانين يصدر قانون ينظم الأعمال، العمل الحزبي، ولكن ليست بالطريقة التي تفرض إذن أو تصريح قانوني بمزاولة العمل السياسي. نعم. يفترض أن القانون يكون إشهار الحزب في هذه الهيئة التي تعنى بالأحزاب مثلا، أو أي جهة يكلها تبعية الأحزاب، ولكن يكون إشهار الحزب، إعلان عن وجود حزب فقط وليس عن إنشاء الحزب. قانون الأحزاب، بالنسبة لقوانين الأحزاب يعني في العالم كله، يعني كم يتفضل أستاذ محمد أمرانية، أن بمجرد صدور البيان التأسيسي واجتمع الحزب، مجموعة من الحزب، وتكلموا في السياسة
ودخلوا يعني على أساس أبواب الانتخابات وما إلى ذلك، خلاص انتهى الأمر يعني. فيسمعوا ما يشوف من هو اللي قرر وجود الحزب. زي ما نقول مثلا في تونس، أنا العظيم مثل يعني على هذا، في تونس 116 حزب، من نجح منهم؟ اثنين حزبين أو ثلاثة يعني. من أقر لهم ذلك؟ الشعب أقر ذلك لهم. يا أخي أنا قلت لك أنا لست رجل القانون هذا، لكن أقول شيء واحد. أولا أن القانون ليس قرآن غير قابل للتعديل، أي قانون يسن ثم يعدل عادي جدا، حتى إن كان في ولد به عيوب قد وأحيانا يولد القانون صالح لهذه الفترة، ثم بعد 10-15 سنة يأتي ناس بعدنا ويقول هذا قانون يحتاج لتعديل ويتم تعديل القوانين. هذا شيء ليس بدعي يعني. نعم. ثم أن ما أقوله أن اللجنة القانونية أعتقد أن الجانب الوحيد الذي تقريبا مالية لأن كنت مالية، لا اللجنة القانونية بالمجلس هو الجانب القانوني تقريبا الوحيد اللي أعتقد أن المجلس غني فيه حقيقة، لأن لدينا وناس قضاء ولدينا وكلاء نيابة ولدينا محامين ولدينا مستشارين قانونيين، فبالتالي أعتقد أن هناك يعني شريحة كبيرة من رجال القانون في الدولة يعملون في هذا المجلس أعضاء. نعم. هم أعضاء في اللجنة المالية. نعم هذا ولا شك. ومع ذلك لا يوجد قانون خالي من العيوب. القانون الذي قد يكون لديك أنت صائب من وجهة نظر قد يكون من وجهة نظري أنا غير صحيح. طيب. ولكن لا بأس بالاستعانة بالخبرات والدول التي سبقتنا ديمقراطيا. أنا أتكلم عن قانون أحزاب، قانون المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني. تناقشنا مع وزارة الثقافة والمجتمع المدني في حلقة نقاش مع المجتمع المدني. اللجنة الصياغة تتكلم على قانون المجتمع المدني بالمدرسة القديمة، تقول ده ضروري من الجمعية أن تسجل جمعية خيرية هدفها إنساني، ضروري من وضع إجراءات لتسجيلها لدى الوزارة، إذا لم تسجل فهي غير قانونية. أها. في نفس طريقة المدرسة القديمة. نعم. قاعد في توجس وتخوف من المجتمع المدني. يعني في بريطانيا وإيرلندا الآن يعني عندهم، إذا أنت جمعية مدنية يعني جمعية مؤسسة مجتمع مدني لا تسجل إلا إذا كان عندك 5,000 جنيه 10,000 جنيه في الشهر في السنة وتقدم حسابات. أما إذا كان أقل من هذا، إذا أنت ما عندكش ما تناولش فلوس يعني كلها حاجة معنوية ودعم، ما تسجلش، لأنك إذا بتسجل معي تلزم الدولة حسابات وقوانين وما إلى ذلك. فهم يقول لك لا، أنت تشتغل كما تريد، بس أول ما يصير عندك فلوس إحنا نريد أن نحط يعني عيننا على الناس اللي يأخذ فلوس ويهرب. فإيش بيدير لك قانون على أساس الأموال؟ هذا هو الأساس في الأحزاب والجمعيات. ولهذا المجلس الانتقالي إذا بيعمل أي قانون بيعمل قانون مالي للأحزاب وللجمعيات بالطريق، وكذلك تسجيل الاسم فقط. عندنا مداخلة من غريان، تفضل يا أستاذ. يا السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ. حاكم إن شاء الله. أستاذ صالح تفضل. الله يبارك فيك. أنا مش تاد مواطن عادي، لكن عندي كلمة بخصوص مكافأة التوار. نعم. هي المشكلة في المجالس، اللي واخذت الأموال هي كيف صرفت فيها. لا لم تصرف في التوار في المقاتلون، ولكن صرفت في نساء وأطفال وناس ليس مقاتلون. والقرار يقول أن التوار المقاتلون والتوار الذين يقومون بالإنداد بالذخيرة. حتى النساء اللي كانت تطبخ في مصراتة وفي الشرق لم يتضمنها القرار، ولكن أخذها ناس يعني لم يثوروا، قعدوا لين أجبروا على التور إجبار وأخذوا هذه الأموال. وهذه كذبة في حقهم، كذبة كبيرة، وهذا خطأ كبير على التور. لازم التور تبدأ بالمصداقية، يعني أي واحد مش تاير لازم يرجع الأموال أو يرجعها، وتقوم المنطقة هي زي ما تقول بها حاجة عامة خدمة للمنطقة هذه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن كذابا فقال لا. وشكرا وبارك الله فيكم. مشكور يا أستاذ، بارك الله فيك. نعود للنقاش، إذا تريد عندك أي تعليق على الأستاذ. يا أخي نحن كمان، أنا قلت نحن كمان مستشارة، نحن مش مسألة مكافأة الثوار هذه أصلا يعني استغربنا ونحن مستائين من هذا الأداء، ولكن هذا هو أداء الحكومة. مسألة أعود للأخ السيد الذي اتصل قبل من الجمارك ولا يفوتني أن أحييه، قال أنا شغلت لي 20 سنة وراجل نزيه وبارك الله فيه يعني. وهذا مشكور هو وصباح الحمد لله. شوف يعني سوف تقام دولة إن شاء الله، دولة العدل والقانون، ويأخذها كلي بحقه يعني. لكن هو تطرق أيضا لقصة الجرحى. نحن هذه من ضمن الملفات التي نحن يعني
قيمنا بها الحكومة بين أدائها كان فشل. نحن لا نرضى على أداء الحكومة في الجرحى. نحن نتحدث دائما عن الجرحى. يا أخي قلنا مرة لما تقولنا عدد الجرحى في ليبيا والله بالإمكان لو كان يعني في خطة صحيحة كان بالإمكان ممكن يعني إفادتهم في أسبوع واحد وانتهت مشكلة الجرحى. نعم. لكن الجرحى يا أخي تسمع أن هناك أموال بالمرين الجرحى اتخذوا كوسيلة لسرقة الأموال باسم الجرحى، وهذا أحد الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة. الآن الأموال تنزف وتصرف باسم الجرحى ويستفيد منها ناس ليسوا من الجرحى، والجرحى ربما قد يكون بعضهم لكن أغلب الجرحى الحقيقي لا زالوا لم يتلقوا العلاج. هذه أشياء نحن هذه الأشياء التي قيم منها الحكومة. الجرحى مكافأة الثوار تلاعب كان في مكافأة الثوار غريب يعني خيالي ربما لم يحدث حتى في عهد الفساد السابق. ما شو رأيك في الكتائب الوهمية؟ تعرف الكتائب الوهمية؟ ما رأيك بأن في ناس تأخذ فلوس مرتين وثلاثة من الثوار والكتائب الوهمية؟ أنا لا انصدمت لما شفت الأمور هذه. يا أخي لما عندما يغيب القانون وتغيب مؤسسات الدولة يحدث كل شيء حقيقة. لا توجد مؤسسات لهذه الدولة تنظم، وهذه المؤسسات إن كانت هناك مؤسسات تريد أن تنظم فتريد قوة لتطبيق القانون. هذه قوة من أين تأتي؟ تأتي من جيش قوي ومن شرطة صحيحة قوية، شرطة تعد على سنها أن الشرطي في خدمة المواطن وليس في ذلال المواطن كما كان في العهد السابق، وأن يتم احتواء الثوار احتواء المناسب. الثوار قاموا صنعوا الثورة من أجل أن تكون ليبيا دولة عدل ودولة قانون ودولة رفاه لكل الليبيين. نعم. فبالتالي مطلوب من هذه الحكومة أن تشرع في هذه الأشياء. عندما تأتيني يا أخي الآن يقولون أن الثوار لم يلقوا السلاح والثوار مش الثوار أولا الثوار إذا صنعوا الثورة للأسف الشديد أصبح في نظر بعضهم هم المشكلة وهذا غير صحيح. لكن عندما يأتيني الثير الذي قام من أجل الفساد ومن أجل الاضطهاد ومن أجل يأتي ويجد الفساد الإداري لم يتم التعامل معه. نعم. يأتي يجد أزام النظام لا يزالوا في أماكنهم في السفارات وفي الخارجية وفي كل المركز. كيف تريد من هذا الثاني يلقي سلاحه؟ قل لي بالله أليس هو من صنع الثورة؟ نعم. الثوار قام ثاروا ضد الفساد كل الليبيين الشرفاء الذين ثاروا ضد الفساد بالتالي قضوا على رأس الفساد ولا يزال الفساد مستشرا في الدولة، وهذه حقيقة. من واجبات الدولة من واجبات هذه الحكومة أن تقود البلد في مرحلة الأزمة وأن تؤسس لمن سيأتي بعدها، لا أن تقود الدولة في الأزمة الحالية فقط. نحن يجب أن نمهد لمن يأتي بعدنا يجد أرضية ممهدة ويبدأ ينطلقوا من السفر. باي ممكن نسأله سؤال يعني محايد، كم من توقعات المجلس الانتقالي، كم من مأخذ مجلس الانتقالي على الحكومة التنفيذية طبق، وكم من يعني منها أصبحت الحكومة التنفيذية قد طبقت شيء أو اثنين أو ثلاثة واضح يعني واضح المعالم؟ لا أنا أعيد وأؤكد أن يعني لا أتمنى أن كان أحد الوزراء والناطق باسم الحكومة أن تكلم مبارك موقع اليوم الأستاذ المانع امتنع أستاذ المانع. أنا كنت أتمنى أن يكون أحد من الحكومة والله هو هذا كنا نفكر فيه لكن وللأسف المانع امتنعوا كلهم عن الظهور. تفضل أستاذ. ولهذا أنا لسنا في معرض الدفاع عنهم، ولكن أقول أن الشعب الليبي ينتظر من المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية أن يسير بهم إلى بر الأمان أفضل من أن نقعد في مناكفات سياسية وشد المركب إلى الخلف. نعم. لكن في شيء يعني أنت ما شفتش حاجة ملموسة الآن يعني تقدر تقول أن دارتها الحكومة التنفيذية الآن؟ في حاجة ملموسة؟ والله ربما اشتغلت بعض الوزارات، هناك وزارات اشتغلت بشكل جيد يعني زي مثلا وزارة المواصلات، وزارة الكهرباء. نعم الكهرباء اشتغلت بشكل جيد. وزارة المواصلات الاتصالات لحد ما وزير العمل لديه برنامج عدة وزارات لا يريد أن أقويهم بعض الوزارات، لكن هناك أشياء يلمسها المواطن نحن في حاجة لها ملحة، وهناك أشياء ليس ملحة يعني ممكن حتى التريث في القيم بها. فبالتالي الأشياء الملفات المهمة الملحة المستعجلة لم تتعامل معها بشكل جيد. ولكن هنا أنا أريد أن أوجه نداء للثوار حقيقة يعني والناس يعني أريد أن من الثوار أن 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 أن, أن يتسموا بضبط النفس وبالحلم لمدة هذه الشهرين وفوت الفرصة على كل من يريد فشل الانتخابات. أنا أقول الليبيين أن استبدال الحكومة وإبقائها لن يغير في الأمر شيء، بل بالعكس إبقائها ربما يغير. أما استبدال هذه الحكومة، هناك من قال أن يعني أنتم تريدون استبدال الحكومة بالتالي تريدون أن تمدوا، لا
استبداء الحكومة ليس مرتبط بتمديد، ليس يشترط فيه تمديد عمر الحكومة تأجيل انتخابات لإطالة عمر الحكومة، لا. هذه الحكومة عندما يتم استبدالها يتم استبدالها على هذه المدة المتبقية فقط، شهرين وربما شهر أو شهرين قليل من مدة المواطن، وبالتالي ليس مبرر من يقول أنتم تريدون إقالة تأجيل انتخابات بإقالة الحكومة، هذا ليس صحيح. إقالة الحكومة لن تأخر في الأمر، بل بالعكس ربما تكون عامل أساسي لإجراء الانتخابات في وقتها. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفشل الانتخابات هو الجانب الأمني، وبالتالي هنا أوجه نداء لكل من يحمل السلاح وخاصة الثوار الحقيقيين في ليبيا أن يضيعوا الفرصة، يفوتوا الفرصة على كل من يعمل في هذا الاتجاه، أن يتغاضوا على عدة أشياء ويستحملوا المدة المتبقية حتى يتم انتخاب جسم شرعي في ليبيا، وبالتالي يعني تنشأ دولة المؤسسات وتقدم الخدمات لكل مواطن ليبي يحتاجها. والله إيش رأيك أنت في آخر برنامج الآن؟ أعطينا والله الحوصة. أتمنى من بنعرج على قانون الأحزاب، أتمنى من لجنة الصياغة والمؤتمر الوطني أن يترك الأحزاب تبني كياناتها وقانونها الداخلي بمفردها، ومن ثم يتم عرضها إلى المجلس الوطني الانتقالي يتم إقراره، بدل من أن يصنع قانون أحزاب مرتبط بتصريحات أمنية وموافقات أمنية وبناء منع أحزاب دينية وأحزاب على أساس ديني. طالما تأخر عن إصدار قانون الأحزاب لهذه الدرجة فليدع الأحزاب التي اشتغلت أنها تستمر في عملها. أتمنى من أن ما رأيك في آخر حاجة، يعني الحكومة التنفيذية هتسقط ولا مش هتسقط الآن؟ ولا هذا متروك للمجلس الوطني الانتقالي. نعم، لا هو بالنسبة لي كنت مازال ما حددتوش مصيرها، يعني يوم الأربعاء الجاية ولا يوم الثلاثاء أحد. يا أخي شوف، نحن ما يهمنا هو مصلحة البلد، وربما يأتي يكون رأي الأغلبية في أعضاء المجلس الأبقاء على الحكومة يرون أن ذلك مصلحة البلد، وبالتالي نحن سوف نكون يعني راضخين لهذا القرار. نعم، إن اتخذ قرار بإبقاء الحكومة فنحن جميعا مستعدين لذلك، وإن اتخذ قرار بتغيير الحكومة فيتم ذلك، وليس في ذلك مشكلة أو حرج، يعني ما المشكلة في ذلك أن تغير ضد الحكومة؟ لا يعني القرار الأساسي اللي احنا نتكلم عليه الآن هو إقالة الكيب وحل محله مصطفى بوشاقول والنايب. أنا مش عارف، مش شايف أن في أي اختلاف ما بين الاثنين، يعني والله ما لا لا لم يقل أحد بذلك، ربما هناك من يريد ذلك ولكن ربما هناك من يختلف معه، ليس بالضروري أن يكون مصطفى بوشاقول هو النائب هو رئيس الحكومة خلف اللي ليس قاعدة وليس بالضروري، وقد يكون هناك على حسب ما يجمع عليه أعضاء المجلس. لكن هو بالنسبة لي وقد يبقى الكيب، يعني ليست هناك ربما تتم هناك عملية تصلحات الله أعلم، يعني على حسب الاجتماعات الأسبوع القادم يتقرر ماذا سيحدث. ماشي إن شاء الله. عموما بالنسبة للبرنامج، يعني برنامج اللي صاير الآن بتاع الحكومة الانتقالية، هل ترى أن في ظرف شهرين أو 40 يوم حتنتهي هذه الحكومة بانتخاب المؤتمر الوطني العام، ولا حتستمر شهر تاني؟ والله لا أعتقد أنها ستنتهي، لأن يعني لا شك أن المؤتمر الوطني العام يلزم بعض الوقت لتكوين حكومة. من غير المعقول أن تنتهي مدة المجلس الوطني الانتقالي، يسلم المجلس الوطني الانتقالي للمؤتمر الوطني العام وبالتالي يقول أن الحكومة انتهت. أين الحكومة؟ هل سيختار المؤتمر الوطني العام حكومة اليوم الأول للجمع؟ مستحيل طبعا. لا شك عند يريد بعض الوقت لاختيار لانتخاب رئيسه ثم يتم تداول، لا شك يلزم هذه الحكومة على الأقل شهر أو شهرين يعني من مدة المؤتمر الوطني العام، هذا ما أقوله رأيي الشخصي يعني. شهرين على الأقل شيء يعني. لا شك في ذلك. شهر. أنا أقول لك إذا صار المؤتمر الوطني حصير الحكومة بعد أسبوع كامل. أنا لو أن العبد لله في المؤتمر الوطني الأسبوع الثاني أو الثالث تكون حكومة 100%، وحتكون كلها بإذن الله 100% ماشي. أنا إن شاء الله متفائل بأن يكون في مؤتمر وطني في مؤتمر وطني في وقتها إن شاء الله. 19/6 إن شاء الله. إيه رأيك أنت؟ والله إن شاء الله يكون المؤتمر الوطني في موعده، ويترك الأمر للمؤتمر الوطني أن ينتخب الحكومة الجديدة اللي التي تقود البلاد، بدل من نشتغل بحكومة جديدة بيقودها مؤتمر وطني جديد، نترك الحكومة هذه التي اشتغلت طيلة الفترة
لكي يتبناها مؤتمر وطني جديد ويتم محاسبتها بضوء مؤتمر وطني منتخب من قبل الشعب. نتمنى ذلك. يعني انت ترى ان ممكن حتى يتم محاسبة تعديل الحكومة هذه من قبل المؤتمر الوطني وله الشرعية في ذلك؟ وله الشرعية. ووضع في ذلك قد تحدث تعديلات من داخل الحكومة من الداخل، بدل من إقالة الحكومة بأكملها وتمشي مع المؤتمر الوطني، تظل باقية الحين مساءلتها أمام المؤتمر الوطني المنتخب. ماشي. عموما يعني آخر كلامنا يعني هو أن لعل هذا المؤتمر الوطني سيقوم ويكون فيه انتخابات إن شاء الله، ويكون حكومة منتخبة جديدة لها صدى بين ربوع ليبيا ولها القدرة على إيصال الرسالة الأساسية ل 17 فبراير إن شاء الله. ونترحم على شهدائنا، ولعل الأسبوع القادم حيكون فيه مقدم جديد للبرنامج هذا، وإن شاء الله مشكورين كل الشكر للإخوة الذين شاركونا بالهاتف، ونشكر الأستاذ محمد رماش عضو المجلس الانتقالي، وكذلك نشكر الأستاذ عمران غنية مستشار قانوني حزب الاستقلال المحافظ، ونشكر الأستاذ سالم الصبحي عضو المجلس المحلي مدينة جدابية، ونشكر كل الإخوة الذين تواصلوا معنا هذه الحلقة، وشكرا كل الشكر، مع السلامة الله. السلام عليكم ورحمة الله.